كان الحمد لله ونشكروا على الثلاث نقاط هذه اللي لعبنا كونتر منتخب ليبي اللي عنده واحد اللاعبين متمرسين بقاو لاعبين معنا حتى الاخر راه ما كيفاش كانت مقابله صعبه وكما كتعرفوا المقابله الاولى كتكون مهمه خصك ضروري تفوز باش كتعطيك واحد الحافز والدافع باش تتاهل للدور الثاني ودابا كنحاولوا نفسوا هذه المقابله ونوجدوا المنتخب غير ان شاء الله ونديو ثلاث نقاط ونحسموا التاهل الحمد لله كنهني جميع اللاعبين بهذا الفوز هذا اللي كان فوز ماشي سهل كان فوز كلشي كيعرف المنتخب الليبي والقوه ديال المنتخب الليبي المنتخب الليبي واحد من الفرق اللي مرشح حتى هو بالظفر باللقب كما كتشوف الفوز جاء عن طريق واحد العمل خدمنا على هذه المباراه كثير لاننا خدمنا على المباراه الليبيه لاننا هذه الكوب دافريك حنا خدامين مع الكوتش ديالنا ومع الطاقم ديالنا مباراه بمباراه هذه المباراه الاولى احنا حيدنا علينا دابا كتسنانا واحد المباراه ثانيه اللي حتى هي غادي نحسبوها بانها صعبه وعندها اللعب ديالها بوحدو وفريق بوحدو تكتيكيه التكتيك ديالو بوحدو كلشي بوحدو عندنا واحد 24 ساعه ديال الراحه ديال الربو غدا غادي نخدموا على هذا الفريق هذا ونقراو هذا الفريق ديال الغينيا بيساو باش نحققوا النتيجه الايجابيه وحنايا المنتخب المغربي الحاجه الوحيده اللي كيقلب عليها هي يتاهل اول المجموعه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وشكرا لله الطروا بوان اللي كانت كيبت صعيبه شويه ما كانت سهله اما المنتخب الليبي اللي منتخب كبير ولكن الحمد لله بالتعليمات ديال الاطار التقني والمساعده ديالو اللاعبين حتى اللاعبين قدموا واحد المستوى اللي كبير اللي كنحييهم عليه من هذا المنبر وكنبغي نشكر حتى الجمهور من مدينه العيون اللي حج بكثره وساندنا حتى هو اللي كان واحد السند كبير لينا والحمد لله مره اخرى على الانتصار شكرا والله نشكر على هذا الفوز هذا اللي غادي يعاوننا في سلم الصعود نحو اللقب ان شاء الله كما كتعرفوا المنتخب اللي ماشي منتخب اللي هو سهل منتخب صعب ومتمرس والله لك الحمد ثلاث نقاط هذه تعطينا واحد الدفعه ايجابيه ان شاء الله لما هو قادم باذن الله ونتمنى من الله الجمهور ديال العيون يزيد يساندنا باش ندوا هذا اللقب هذا من هذه المدينه الغاليه ان شاء الله توقعاتكم في المباراه الثانيه ان شاء الله حنا الخطه ديالنا هي كنمشيو مقابله بمقابله المقابله الثانيه ان شاء الله حتى هي غادي ندرسوا ليها نقاط الضعف ديال الخصم ونلعبوا الحظوظ ديالنا ان شاء الله وضروري خاصنا نربحوا باش نتاهلوا للدور الثاني قبل ما تخرجوا ما تنسوش ابونا في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي وما تنسوش ديروا جيم وما تبخلوش علينا بتعليقاتكم وملاحظاتكم